بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، حذر أمته من فتنة التصوير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن على نهجهم إلى الله يسير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه إذ صوركم فأحسن صوركم. قال تعالى قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالتصوير من شأن الله جل وعلا، هو الذي يصور مخلوقاته، وخص الآدميين بأن أحسن صورهم، وميزهم على غيرهم من البهائم وغيرها. فالواجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن التصوير خاص به سبحانه وتعالى، ومن أسمائه المصور، ومن أفعاله يصوركم في الأرحام كيف يشاء، صوركم فأحسن صوركم. فلا تجوز مشاركة الله جل وعلا في هذا الأمر. والتصوير هو إيجاد شكل يشابه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك عن طريق الرسم باليد، أو كان عن طريق النحت بالتماثيل، أو كان ذلك عن طريق الالتقاط بالآلة الفوتوغرافية. كل ذلك منهي عنه ومتوعد عليه بأشد الوعيد. فقد جاء في الحديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل أن الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وفي رواية أو ليخلقوا ذرة. فالخلق والتصوير من أفعال الله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يحاول أن يشارك الله جل وعلا في اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، أو فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. فمن حاول ذلك فإنه يفعل كبيرة من أشد الكبائر، وعذابها أشد العذاب والعياذ بالله. ولكن الناس
لما نهوا عن التصوير تسلط عليهم الشيطان فأملى عليهم وشغلهم بالتصوير، فصار التصوير حرفة ومهنة ويسمونه بالفنون ويتساهلون فيه. إذا رأوا هذه الصور مبثوثة في كثير من الأشياء فإن هذا مما يسهل ذلك عليهم، متناسين هذا الوعيد الشديد والنهي الأكيد منه صلى الله عليه وسلم. تصوير له آفات كثيرة وعلل خطيرة. أولا أنه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، فالمصور يحاول أن يضاهي ويتشبه بخلق الله ويوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ففيه مضاهاة لخلق الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل. ومن آفات التصوير وعلله الخطيرة أنه وسيلة إلى الشرك، خصوصا في صور المعظمين من العلماء والرؤساء والملوك والعباد، فإنه إذا صور العظماء احتفاء بذكراهم ونصبت صورهم على الجدران أو في المنازل أو في المكاتب فإن ذلك وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد، وهي ما علقت إلا تعظيما لها، وهذا التعظيم نوع من العبادة وهو مبدأ لعبادتها. وما وقع قوم نوح في الشرك إلا بسبب ذلك، لما مات جماعة من علمائهم وصلحائهم وحزنوا عليهم جاءهم الشيطان فقال: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى إذا رأيتموها تتذكرون أحوالهم فتنشطوا على العبادة. ففعلوا ذلك ولم تعبد. ثم لما مات الجيل الذي فيه العلماء وفيه أهل التوحيد، لما ماتوا وجاء جيل من الجهال ونسخ العلم أو نسي العلم بموت العلماء، جاء الشيطان إلى ذلك الجيل فقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها من دون الله وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله، ومن ذلك الوقت حدث الشرك في الأرض. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لكنهم أبوا وأصروا على الشرك وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، صوروهم ثم علقوا صورهم ثم آل الأمر إلى أن عبدوها من دون الله بإيحاء من الشيطان. فهذا هو أعظم المحذور من تعليق الصور، من صناعة الصور وتعليقها سواء في البيوت أو في غيرها. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم
أن يدخل بيت عائشة رضي الله عنها رأى نمرقة معلقة بالجدار أي ستارة وفيها تصاوير، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم من الغضب وأبى أن يدخل البيت حتى أزيلت الصور، فدخل صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بطمس الصور وإتلافها. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمر بطمس الصور وأمر بإخلاء البيوت منها، لأنها تمنع دخول ملائكة الرحمن، وحينئذ يدخلها الشياطين. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، خصوصا الذين افتتنوا بالصور وادخروها عندهم للذكريات ونحوها، فإن هذا أمر محرم ولا يجوز أن تبقى في البيوت. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتلفوها ويخرجوها من بيوتهم وصناديقهم ومن على طاولاتهم، سواء كانت مرسومة باليد أو بالالتقاط بالآلة الفوتوغرافية أو منحوتة، وهذا أشد، وهي الصور المجسمة. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يغتر بمن يفعل ذلك. الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ولو تساهل الناس أو تجاهل الناس فإن هذا ليس عذرا للمسلم في أن يبرئ ذمته من هذا الإثم العظيم ويطهر بيته من هذه الصور. وأشد تلك المحاذير أو من أشدها أن الصور أصبحت فاتنة، وذلك بتصوير النساء. تصوير النساء وهن كافرات هذا مما يسبب الفتنة ويوقع في الفحشاء، والنظر إليها حرام لأنها تزرع الشهوة في القلب، وهذا هو غرض أهل الضلال من نشر صور النساء والدعوة إليها، يريدون بذلك فتنة الناس وإيقاع شبابهم وذوي الشهوة منهم، دعوتهم إلى الوقوع في الفاحشة من خلال هذه الصور التي تكون على ورق، أو تكون صور النساء التي تكون على ورق وصور النساء التي تكون في الشاشة وصور النساء التي تكون في الإنترنت. كل ذلك دعوة إلى فساد الأخلاق، فعلى المسلم أن يحذر منها وأن يحذر منها وأن يخلي بيته منها، لئلا تفسد أهل بيته. ومن عظيم الفتنة أنها صارت تسري في الناس سريان النار في الهشيم بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة. فعلى المسلم أن يحذر من صور النساء وترويج صور النساء والنظر فيها لما في ذلك من الفتنة. ومن عظيم الفتنة بالصور سهولة
التصوير الآن بسبب انتشار الآلات، آلات التصوير، حتى أدخلوها في الجوالات، أدخلوها في الجوالات. الجوال الذي فيه كاميرا هذا أغلى عند الناس وأحب إليهم من الجوال الذي ليس فيه كاميرا، بل صار بلغ الأمر بالآباء أن يشتروا لأولادهم الصغار، أن يشتروا لهم ولبناتهم جوالات فيها كاميرات. يا سبحان الله، أين الأمانة؟ أين الرعاية؟ تشتري كاميرا في جوال وتعطيها لابنك أو بنتك الصغيرين لأجل أن ينشأوا على هذه الفتنة العظيمة؟ لقد نجم عن ذلك أمور خطيرة، من ذلك أن هؤلاء النساء وهؤلاء الشباب الذين معهم جوالات الكاميرا صاروا يصورون الحفلات، حفلات الزواج، يصورون النساء وهن في أجمل زي، وهن سافرات فيما بينهن، يصورونهن خفية أو علانية، خفية إذا كان المجتمع يستنكر هذا، ومسارقة أو علانية إذا كان المجتمعون لا يبالون بذلك بل يفتخرون به. ثم تحفظ هذه الصور، صور هؤلاء النسوة المتجملات، ثم تنشر ويتبادلها الناس، وهذه بنت فلان، وهذه زوجة فلان وعلان. ألا تتقون الله؟ ألا تخافون من الله يا من ابتليتم بهذه البلية الخطرة؟ فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك، وألا يسمحوا لأولادهم وبناتهم بهذه الجوالات التي هي سلاح خطر في نحورهم ونحور أهلهم. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. لماذا كان الرجال قوامين على النساء؟ لماذا كان الأولاد أمانة في أعناق آبائهم إلا ليجنبوهم هذه المحاذير وهذه الآفات الخطرة؟ فعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يحذر من هذه الفتنة الخطرة وأن يحذر منها لئلا تعم المصيبة وتعم العقوبة. فإن المعصية إذا لم تظهر فإن إثمها يكون على صاحبها فقط، أما إذا ظهرت ولم تنكر فإن العقوبة تعم الجميع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. بل بلغ الأمر لأن تصور عمليات الفحش، يصور الزاني وهو يزني، يتصور اللوطي وهو يلوط بالغلام، وتؤخذ هذه الصور وتنشر لأجل الدعاية إلى الفاحشة أو لأجل فضيحة هذه المرأة أو هذا الطفل. لو أراد أن ينكر فإنهم يفضحونه بعرض صورته في أثناء الفاحشة. هل بعد هذا الانحطاط من انحطاط يا عباد الله؟ اتقوا الله عباد الله، ولا تتساهلوا في هذا الأمر، فإنه خطير وخطير جدا. احفظوا تجمعاتكم واحتفالاتكم من أن يتسلل إليها هذا الشر عن طريق النساء وعن طريق الأطفال أو عن طريق غيرهم. احذروا هذا، فإنه أشد عليكم أثرا من الأمراض الخطرة والأمراض الفتاكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشكره على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه يباح من التصوير ما دعت إليه الضرورة خاصة، ما دعت إليه الضرورة خاصة، قوله تعالى: إلا ما قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فيقتصر على موضع الضرورة، وذلك بالنسبة للرجال، فيصور الرجل للضرورة كالبطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو الأمور التي لا يحصل عليها من مصالحه الضرورية إلا بالصورة، فهذا يباح للضرورة. أما المرأة فلا تصور بحال من الأحوال، لا في بطاقة ولا في غيرها، لما في ذلك من الفتنة الشديدة، فعليكم أن تتنبهوا لهذا الأمر. وأما الصور الممتهنة التي تداس ويجلس عليها وتوطى، فهذه لا حكم لها، التصوير أصله حرام، لكن هذه الصور التي تداس أو يجلس عليها أو تمتهن، هذه لا حكم لها لأنها ممتهنة ولا يتعلق بها تعظيم، ويزول المحذور فيها، فهي ممتهنة. وذلك مثل الصور التي في الفرش أو الصور التي على السلع، أي الإنسان يشتري السلعة ليس قصده الصورة، إن كان قصده الصورة هذا حرام، أما إن كان قصده السلعة، قصد علبة الحليب أو ما أشبه ذلك من السلع وعليها صورة، فإنه يأخذ ما يريد ويترك الصورة ويمزقها أو يلقيها وتكون أو يلقيها في الزبالة وتكون ممتهنة لا قيمة لها. فعليكم أن تتنبهوا لهذا الأمر، فلا تقولوا لماذا تقول التصوير حرام والناس يصورون في الجوازات وفي البطاقة، نقول هذه ضرورية، هذه ضرورية، وقد أحل الله الميتة في حالة الضرورة، فهذه من الضرورات، لأن الناس ألزموا بها ولا يتوصلون إلى مصالحهم وأعمالهم إلا بها، فصارت من الضرورات. وأما التصوير للهواية أو للذكريات أو للتعليق على الجدران أو غير ذلك، هذا محرم شديد التحريم وفيه إثم عظيم. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وتنبهوا لهذا الأمر الخطر، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم قنا شر الفتن، اللهم قنا شر الفتن،
اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واربد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأضعف قوتهم واجعل بأسهم بينهم واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا شرورهم، اللهم كف عنا كيدهم وبأسهم، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم دلهم على طريق الصواب، اللهم وفقهم لما فيه الخير لهم ولرعاياهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم ولي علينا خيارنا، اكفنا شر شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك تبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم وجلساءهم ومستشاريهم. اللهم أبعد عنهم دعاة السوء والضلال، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله